السلام عليكم، ايوب السيابي، عضو فيدرالية الديمقراطية للشغل باسم التنسيق الوطني. بالتأكيد فالأسباب كثيرة، للتفصيل في الموضوع سيتطلب وقت أطول وأطول بكثير، لذلك سأحاول أن أكون موجز في كلامي، وذلك من خلال ذكر أهم النقاط الأساسية. فبعد مسيرة من الاجتماعات التي وصل عددها إلى 50 اجتماعا، في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات وممثلي رئاسة الحكومة، للأسف بعد توقيع محضر اتفاقي 29 جانفي من السنة السالفة، والذي أصبح يسمى بالمحضر المنسي، وذلك لعدم تفعيله، اضطررنا للخروج في مسيرات احتجاجية بمختلف أشكالها إلى بهدف التوصل إلى حل نهائي مع الوزارة الوصية، لكن للأسف حال ذلك دون ذلك. لذلك نحن نكمل في مسيرتنا الاحتجاجية هذه عن طريق وقفة اليوم بالمندوبية الجهوية الدار البيضاء، في انتظار رد الحكومة بعد الاجتماع المنعقد في 12 من الشهر الجاري، بهدف تأكيد على مطالبنا التي تنقسم بدورها إلى شقين، الشق المادي والشق ذو أثر اعتباري قانوني. في الجانب المادي نطالب بزيادة في الأجور للشغيلة الصحية، وكذلك التقني على جميع فئاتها، ممرضي التقني وكذلك إداريين. أما الجانب الاعتباري قانوني، في من بين أهم المطالب وهو الحفاظ على صفة مودف عمومي وكذلك مركزية الأجور. في انتظار رد الحكومة، نتمنى أن يكون تجاوبها معنا إيجابي هذه المرة على خلاف مرات سابقة، لطي هذه الصفحة والمضي قدما، وشكرا. على المرنسي، تقني بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عضو المكتب الإقليمي النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو الفيدرالي الديمقراطية للشغل بعمالة مقاطعة سيدي البرنوسي. اليوم كما كتلاحظوا الأطر الصحية واقفة من أجل التنديد والتصعيد للمكتسبات التي أجهزت عليها حكومة أخنوش بحق تم تنكر الاتفاق الذي وقعته النقابات الثمانية في التنسيق الوطني مع وزارة الصحة، والذي من خلاله اتفقت النقابات مع الوزارة على مجموعة من البنود، منها الطابع المادي ومنها الطابع الاعتباري والقانوني. ونخص بالذكر الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة للدولة، فهذه المكاسب لن نقبل على إلغائها من طرف الحكومة، لأنها تمس استقرارنا وتمس أمننا وتمس عيشنا الكريم. فالأطر الصحية اليوم كما تعلمون ضحت بالغالي والنفيس من خلال جائحة كورونا، ومن خلالها الأطر الصحية العديد منها توفاها الله عز وجل من جراء كوفيد 19، والعديد منها يعني مرضت بسبب هذا بسبب الجائحة. وبالتالي فاليوم الأطر الصحية تستحق أكثر من تحفيز، وتستحق أكثر من تشجيع نظرا للأدوار الكبيرة التي قامت بها. ومن خلال هذه الوقفة فنحن نؤكد مرة أخرى على أننا مستعدون للعمل داخل المجموعة الصحية الترابية تحت إشراف الحكومة وإشراف الوزارة الوصية، ولكن بشروطنا وعلى رأسها الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، بالإضافة إلى باقي البنود التي جاءت في التقرير وفي اتفاق التاريخ الذي وقعته النقابات مع الوزارة بتاريخ 20 جانفي 2023. وشكرا لكم. الدكتور يتمنى عمر، النقابة المستقلة لطباع القطاع العام، عن التنسيق الجهوي لجهة دافيد ستات. مرة أخرى نجد أنفسنا مرغمين باش نديروا هذه الوقفة هذه، باش نبينوا للعموم أننا لازلنا نناضل من أجل ملفنا المطلبي، اللي هو محضر اتفاق اللي وقعنا عليه مع وزارة الصحة في أواخر يناير. هذا الاتفاق فيه جوج نقاط كبار، يعني دو شابيتر كبار، الشق الاعتباري والشق المادي. الشق الاعتباري وهو انه الحفاظ على الوظيفه العموميه، انه جميع مهني الصحه تبقى عندهم يكون موظف عمومي. المساله الثانيه وهو الراتب الاصلي يجي من باب نفقات الموظفين ميزانيات الدوله. بالنسبه للشق المادي فهناك مجموعه من النقاط اللي فيها درجه خارج الاطار، فيها الزياده الممرضين، فيها اتفاق
التكوين ديال الطلبه، كاين التعويضات على البرامج، فهذا الشيء وقعنا عليه، وبالتالي حنا كنطالبوا الحكومه باش تنفذ ما تم الاتفاق عليه. نحن نقدم الاعتذار ديالنا لجميع المواطنين اللي مشاو للمستشفيات او للمراكز الصحيه وما تلقاوش العلاجات ديالهم، فنحن مرغمين باش نقوموا بهذا الشيء، حتى لان نحن مقبلين على تغيير ديال المنظومه الصحيه. واذا كان المهنيين ماشي مستقرين في الوظيفه العليا فما يمكنش يقدم الخدمه اللي هي مطلوبه منه وطالبه منه المواطن. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.